بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المحضرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم شرح نظم مجدد العوافي في رسم العروض والقوافي. نستضيف في هذه الحلقة كغيرها الشيخ علال البابة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. توقفنا في الحلقة الماضية عند دائرة المشتبه عند قول الناظم رحمه الله تعالى: سريعها مستفعل تكرر يتلوه مفعولات ثالثا يرى إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم أخي الكريم. أهلا وسهلا. وأهلا بمشاهدي قناة المحضرة الفضائية. تحدثنا في دروسنا الماضية عن الدوائر، ووصلنا إلى الدائرة الرابعة وتسمى عندهم بدائرة المشتبه، وسماها بعضهم بدائرة المجتلب، فيكون اسمها مبادلا بين الدائرة السابقة، لأن الدائرة السابقة البعض يسميها دائرة المجتلب والبعض يسميها دائرة المشتبه، وهذه الدائرة كذلك تأخذ نفس الاسم ونفس الاختلاف. ولكن مصطلح الشيخ في أنه سمى الدائرة الثالثة بدائرة المجتلب لأنها مؤلفة من مفاعيل ومستفعل وفاعلات، فقد اجتلبت من الدائرة الأولى وهي دائرة المختلف. وهذه الدائرة سميت بهذا الاسم، أي سواء سميت بالمشتبه أو بالمجتلب، فالمشتبه لأنها مؤلفة من أجزاء سباعية وهي مفاعيل وفاعلات ومستفعل ومفعولات، وفاعلات مفروقة الوتد ومستفعل مفروقة الوتد ومستفعل مجموعة الوتد وفاعلات مجموعة الوتد. فهناك تشابه بين فاعلات المفروق ومستفعل المفروق مع فاعلات المجموع ومستفعل المجموع، فسموها بهذا الاسم. وقيل تسمى بدائرة المجتلب لأن الجلب في اللغة يعني الكثرة، فهي كثيرة الأبحر. وهذه الدائرة مؤلفة من 6 أبحر مستعملة وثلاثة أبحر مهملة. فالأبحر المستعملة هي السريع وبه تسمى، والمنسرح والخفيف والمقتضب والمضارع والمشتث. وفيها 3 أبحر أضافها المولدون، وهي المتئد والمنسرد والوسيم أو المضطرد. فهذه 3 أبحر مهملة، أي أن العرب لم تزن عليها، وإنما القسمة المنطقية اقتضت أن نستخرج من الأجزاء بحورا كما فعلنا مع الدوائر التي سبقت هذه الدائرة. ماذا قال الشيخ؟ جيد. قال: سريعها مستفعل تكرر يتلوه مفعولات ثالثا يرى. قال سريعها، وهو البحر الأول من أبحر هذه الدائرة، ومؤلف من مستفعل مستفعل مفعولات. فهو قلت إن هذه الدائرة سباعية، فالسريع بحسب الدائرة هو مستفعل مستفعل مفعولات. وبيت الدائرة التام هو قوله: يوزعن من حافاته بالأبوال في منزل مستوحش رث الحال. يوزعن من مستفعل حافاته مستفعل بالأبوال مفعولات. ولا بد في الروي هنا أن لا يمد،
لأننا نريد التفعيلة السباعية التي هي مفعولات محركة التاء محركة التاء فقط. فالروي هنا مقصور. تقول يوزعن من حافاته بالأبوال بالأبوال مفعولات في منزل مستفعل مستوحش مستفعل رث الحال كذلك. رث الحال مقصورة الروي. الروي هنا لا يشبع لتأتي التفعيلة بحسب الدائرة وهي مفعولات. فالسريع وهو البحر الأول من الدائرة يتألف من ثلاث تفعيلات هي مستفعل مستفعل مفعولات ونكررها في الشطر الثاني فنكون أمام مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات. ولهذه الدائرة طريقة فك لأننا كما فعلنا مع الدوائر التي سبقت هناك طريقة فك لهذه الدائرة. فتلاحظ أنها مؤلفة من مستفعل ومستفعل تتألف من سببين فوتد مجموع سببين سبب خفيف وخفيف ووتد مفروق أو مجموع لأن مستفعل في هذه الدائرة تأتي على حالين مختلفين. في بعض في الحال الأولى هي أن يكون وتدها مجموعة ومعنى الجمع أنك تكتبها متصلة كلها فتقول مستفعل. فإن كانت ذات وتد مفروق عدلت إلى فصل الكلمة فتجعل مستفعي في مكان ولن في مكان آخر وهذا دليل على أن الوتد هنا فرق ولم يجمع. وهو نفسه الذي نفعله كذلك مع فاعلات في هذه الدائرة لأنها تأتي مجموعة الوتد وتأتي مفروقة الوتد كذلك. هناك طريقة فك لهذه الدائرة. الطريقة الأولى أنك إذا ابتدأت من الوتد المجموع الأول نحن ابتدأنا أولا من السبب الخفيف وهو مستفعل. الميم مستفعل هي سبب خفيف فنحن ابتدأنا من السبب الخفيف فحصلنا على بحر السريع. فإذا ابتدأنا من السبب الخفيف الثاني وهو تف مستف تف فإذا ابتدأت بتف مستفعل فإنك تحصل على سبب على بحر مهمل. وإذا ابتدأت من الوتد المجموع الأول حصلت كذلك على بحر مهمل كذلك. لكن عندما تبتدئ من السبب في التفعيلة الثانية فإنك تكون أمام بحر المنسرح وهو مستفعل مفعولات مستفعل لأن مفعولات في بحر المنسرح تكون وسطا بينما في بحر السريع تكون ثالثة. اقرأ النص. قال اتلوه مفعولات ثالثا يرى ووزن منسرحها بذن ضبط لكن مفعولاته يرى وسط. ووزن منسرحها أي أن المنسرح في هذه الدائرة وزنه انضبط بهذه التفعيلات التي هي تفعيلات السريع لكن مفعولات وهي الثالثة في بحر السريع ترى وسطا مع بحر المنسرح. فيكون تفعيلات بحر المنسرح هي مستفعل مفعولات مستفعل مفعولات مستفعل. نعم. فمفعولات في بحر المنسرح تكون وسطا بينما في بحر السريع تكون ثالثة. نعم. السريع كما قلت هو مستفعل مستفعل مفعولات والمنسرح هو مستفعل مفعولات مستفعل. نعم. وزن المنسرح يا ابي انضبط لكن مفعولاته يرى وسط. وللخفيف فاعلات قبل البحر الثالث في الدائرة هو بحر الخفيف. والخفيف بحسب الدائرة هو فاعلات مستفعل فاعلات. واستخدمته العرب كثيرا كما استخدمت المنسرح. فالمنسرح استخدم والسريع استخدم كذلك لكنه استخدم مكسوفا عروض مطوية وهو مفعولا ولم تستخدمه العرب مفعولات إلا في الدائرة. وهذا البيت الذي ذكرته هو بيت شاذ لأن قوله يوزعن من حافاته بالأبوال
في منزل مستوحش أرث الحال. هذا شاذ كما أسلفت. اقرأ. جميل. قال وللخفيف فاعلات قبلا مستفعل بفاعلات يتلى وللمضارع مفاعل ففاعي مع معلات معلات بمفاعيل وفا. وللمضارع اقرأ. نعم وللمضارع مفاعيل ففا ففاعي مع لات معلات بمفاعيل وفا وقد. طيب نعم. معناه البحر الثالث من الدائرة هو بحر المضارع. والمضارع تفعيلاته بحسب الدائرة هي مفاعيل فاعلات مفاعيل ومفاعيل فاعلات ففاعلات تكون وسطا في بحر المضارع، وهو قليل الاستخدام قليل الاستخدام حتى أن البعض أهمله ولم يعده بحرا، ولكن الخليل أضافه لهذه الدائرة فيكون ثالث رابع الأبحر، لأننا تكلمنا عن السريع وهو مستفعل مستفعل مفعولاته، وتكلمنا عن المنسرح وهو مستفعل مفعولات مستفعل، والخفيف وهو فاعلات مستفعل فاعلات، وقلت بأن السريع لا يستخدم بهذا الوزن إلا في الدائرة فقط، لأن العرب لم تستخدمه إلا مطويا مكسوف العروض والضرب، وهو أن تكون مفعولات مفعولة ثم تنتقل إلى فاعل فنكون أمام مستفعل مستفعل فاعل، والبعض يسميه أخ الرجز، والعرب نظمت عليه على هذه الصيغة. جميل. المنسرح كذلك العرب نظمت عليه، والخفيف كثير، ومنه قول الأعشى حل أهلي ما بين درنا فبا دولة وحلت علوية بالسخال. حل أهلي فاعلات ما بين در مستفعل نافبادو فاعلات لا وحلت فاعلات علوية مستفعل بالسخال فاعلات. فالبيت تام. هذه هي رواية العروضيين للبيت. أما رواية الديوان حل أهلي بطن الغميص فبادو لا وحلت علوية بالسخال، فلا شاهد عروضية في البيت بحسب رواية الديوان، لأن البيت من المعلقة المعروفة ما بكاء الكبير بالأطلال والسؤال فهل ترد سؤالي. أما البحر الرابع من الدائرة فهو المضارع، وأجزاؤه بحسبها هي مفاعيل فاعلات مفاعيل، وفي الشطر الثاني مفاعيل فاعلات مفاعيل، وقلت إن البحر قليل الاستخدام حتى أن البعض أهمله، والخليل عده من هذه الدائرة فأضافه لدائرة المشتبه أو دائرة السريع. نعم. جميل. وللمضارع مفاعل مفاعي مع لات بمفاعل ففا وقدمنا ثالث السريع لنيل مقتضى بها المنيع. مقتضى بها المنيع. وقدمنا ثالث السريع وهو مفعولاته. ثالث السريع هو مفعولاته. معناها إذا قدمت ثالث السريع وهو مفعولات كنت أمام بحر المقتضب، والمقتضب على هذا مؤلف من مفعولات مستفعل مستفعل، لأن السريع هو مستفعل مستفعل مفعولاته، فالمقتضب عندما قدمنا الثالثة نكون أمام مفعولات مفعولات عفوا دون نون مستفعل مستفعل، والبحر قليل الاستخدام كذلك. نعم. جميل. وقدمنا ثالثا سريعي لنيل المقتضى بها المنعي وقدمنا ثانيا خفيفي لتعرف المشتث من تعريف وقدمنا ثانيا خفيفي لتعرف المشتث من تعريف. فالخفيف هو مستفعل فاعلات مستفعل، والثانية أي ثاني الخفيف هو فاعلات هو مستفعل مستفعل، فإذا قدمته حصلت على بحر المشتث وهو فاعلات مستفعل مستفعل فاعلات
مستفعل مستفعل فاعلات مستفعل مستفعل. فبحر المشتث أيضا شاذ، استخدامه بهذه الصيغة شاذ شاذ جدا، والعرب لم تستخدمه أبدا تاما بحال من الأحوال. وإن شاء الله ستكون لنا في المستقبل دروس عن كل بحر ورد في الدائرة لنقرأه في كافة جوانبه وأحواله التي يأتي عليها، وهل استخدم تاما، وهل استخدامه في الدائرة كان شاذا، وهل الشاهد الذي استشهد به العروضيون في الدائرة مصنوع أم أن العرب نطقت به على هذا الوزن. إن شاء الله هذا هو مثار دروس قابلة بحول الله، قبل أن نتحدث عن الزحافات وعن العلل وعن القافية وأحواله الكثيرة. فالآن بدأنا ندخل إلى علم العروض، هذه كلها كانت مقدمات فقط، والمقدمات بقي منها فقط دائرة واحدة وهي دائرة المتفق. نعم، هذه الأبحر كما قلت هي متفاوتة الاستخدام، البعض لم يستخدم أبدا بالصيغة التي وردت في الدائرة بحال من الأحوال، وإنما بيت الدائرة شاذ أو مصنوع. وقلت ومثلت له بالمضارع والمشتث والمقتضب، والسريع لم يستخدم كما في الدائرة، وإنما استخدم مطويا مكسوفا، وهو قولهم مفعولات تصير مفعولة ثم تنتقل إلى فاعل بعد ذلك، وقد ورد بهذه الصيغة كثيرا في الشعر العربي، والخفيف أيضا ورد كثيرا على الصيغة التي وردت في الدائرة، استخدم تاما واستخدم في أحواله التي يأتي عليها كما سنأتي بحول الله. ذلك مثلا مختار الحامد من شعر الموريتانيين نظم على الخفيف، ومنه قوله ترك القلب دائما رجفاني، ودموعي تهمي حبيب جفاني، فملأت الجفان دمعا ونزر من دموع الجفون ملء الجفان، لم تزل تهمي مذ جفاني جفوني، وفؤادي ما زال ذا رجفاني، واعتراني سقم ألست تراني، قد براني عذب الكراء جفاني، وأرى عند من جفاني شفاء، ليت هذا الذي جفاني شفاني، ليت أني شفيت من شفتيه رجفان الفؤاد بالرشفان. يا خليلي أنتما ترياني مدمع العين دائم الجريان، تريان الفؤاد ذا رجفان، فأشيرا علي ما تريان، أسلي الفؤاد إن كان يسلو ذا الفؤاد المهان عن أمهان، أم أخلي سبيله وهواها وسبيل الهوى سبيل الهوان. ألكان يا أيها الفتيان بسلام إلى فتى الفتيان، من يبلغ محمد بن أبي مدين عني رسالة أحيان. سيد تمت السيادة فيه في أواني الصبا وفي العنفوان، وقتنا من أوابد العلم طفلا كل بكر وفارض وعواني، لم يزل يعتني به يقتنيه غير وان عنه ولا متوان. اقتني الفقه تارة فتراه غير وان فيه عن القيروان، إلى آخر النص. النص طويل، جميل جميل جميل، لكنني مثلت فقط أن بحر الخفيف هو بحر مستعمل، وقد نظم الشناقطة عليه، وقد استحضرت هذا النص التمثيلي على أنهم استخدموه، فهو بحر مستخدم مستعمل بالصيغة التي ورد فيها في الدائرة. أما بقية الأبحر فيمكن أن نقسمها إلى قسمين، بحر استخدم كما في الدائرة وهو الخفيف والمنسرح إلى حد ما، وبحور لم تستخدم بالصيغة التي وردت فيها في الدائرة وهي السريع والمقتضب والمضارع والمشتث. نعم، قدما ثانيا خفيفي لتعريف المشتث من تعريفي، معناها قدمنا ثاني الخفيف، قدمنا ثاني الخفيف، قدم الثانية من الخفيف. والخفيف قلنا إن تفعيلاته هي فاعلات مستفعل فاعلات، فعندما نقدم الثانية وهو فاعلات وتدها مفروق، فاعلات هنا مع مستفعل، نكون أمام فاعلات مستفعل
مستفعي تدوها مفروق مستفعل مستفعل، هذا هو الاستخدام الدائري. أما الاستخدام الحقيقي فهو فاعلات مستفعل فقط، يكون ماشي سؤال. نعم. قال لتعريف المستثنى من تعريفه وكرنا أجزاءهن السائرة وقدما رتبنهن كذا في الدائرة، معناها قدم كررا أجزاءهن، أي كرر الأجزاء في عرض البيت في صدر البيت وعجزه، معناه كرر مستفعل مستفعل مفعولات لتشد السريعة، وكرر مستفعل مفعولات مستفعل لتجيد المستريحة، وكرر مفعولات مستفعل مستفعل لتجيد المقتضبة، وكرر فاعلات مستفعل فاعلات لتجيد الخفيفة، وكرر مفاعيل فاعلات مفاعيل لتجيد المضارعة، وكرر فاعلات مستفعل مستفعل لتجيد المشتت. جميل، يعني القاعدة عليهم جميعا ينطبق عليه جميعا، طيب، لأن العروض العربية ما في الصدر يكون في العجز إلا إذا طرأت عليه بعض التغييرات البسيطة التي لا تحذف التفعيلة وإنما تغير شكلها لا أكثر. جميل ممتاز. نعم نعم، الآن نصل إلى دائرة المتفق وهي عند قول النظم رحمه الله تعالى وقد وضعت للمتقارب ومن وزن مفعول مفعول ذمننه ثمننه يبين حتى يتزن، لا بد من التأكيد. نعم. فقال إن هذه الدائرة هي التي تسمى بدائرة المتفق لأن أجزاءها متفقة، وهي الدائرة المثمنة بعد الدائرة الأولى، لأن الدوائر من حيث عدد التفعيلات تنقسم إلى سداسية وإلى ثماني، فالدائرة الأولى وهي دائرة المختلف وفيها الطويل والبسيط والمديد، هذه ثمانية أجزاء، الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل وكررنه أيضا، والبسيط مستفعل فاعل فاعل مستفعل فاعل وكررنه أيضا، والمديد فاعلات فاعل فاعلات فاعل كررنه، فالدائرة الأولى ثمانية، والدائرة الأخيرة وهي دائرة المتفق ثمانية أجزاء كذلك، وهذه الدائرة وضعت لبحر المتقارب، وهي مؤلفة من وتد مجموع وسبب خفيف فقط، فالمتقارب أجزاؤه ثمانية وهي تفعيلة واحدة فقط مكررة، وهي فعول 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 فعول، ففعول تتألف من وتد مجموع وهو فعول، وسبب خفيف وهو لن، وبيتها التام هو قوله فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم صرعى نجاما، فأما فعول تميم فعول تميم ب فعول نمر فعول فألفا فعول هم القو فعول مصرعى فعول نيامى فعول. ويمكن أن نستخرج من هذه الدائرة بحرا آخر سماه صاحبه بالمتدارك، أي أنه تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو المتدارك أو الخبب، لأننا عندما ننطلق أو نبدأ من بحر من السبب الخفيف وهو لن فعول 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 ونضيف إليه ما فات وهو فعول، نكون أمام شطر من بحر المتدارك وهو فاعل 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 مثمنة. وأورد له الأخفش بيتا وهو قوله يا بني عامر قد تجمعتم ثم لم تمنعوا الضيم إذ جئتم، يا بني فاعل عامر فاعل قد تجم فاعل معتم فاعل ثم لم فاعل تمنعوا فاعل ضيم إذ فاعل جئتم فاعل. جميل، انتهت الدوائر في هذا الدرس. جميل جدا، لله الحمد منا. نواصل في بقية الحلقات القادمة بإذن الله تعالى فيما تبقى من أحكام تتعلق بالعروض ومشتقاتها.
مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ شيخ علال البابا على الشرح الكافي والوافي، كما نشكر الإخوة الذين أشرفوا على إنجاز هذه الحلقة. وهذه تحياتي إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.